ينضم الينا الان الاستاذ فهد العريقي المحلل السياسي. استاذ فهد، هناك رسائل من استهداف مجلس النواب اليمني، ما المقصود في هذه المره في خطوه ليست بجديده من قبل الحوثيين للتهديد ولاثاره الذعر؟ والله اولا يا استاذ ريهام تحياتي لك ولكل المشاهدين في الاستراء. الوضع اليمني صار وضع مزري من جميع الجوانب، مش في موضوع مجلس النواب ولا موضوع الحديده. موضوع مثل ما تقولي احنا في الاوضاع الحاليه من سيء الى اسوء الى اكثر سوءا. وهذا زرع الاحباط والياس في قلوب الناس، حتى اللي كان عندهم شويه دوافع او وطنية أو اندفاع أو يعني أصيبوا بخيبة أمل، وخاصة مع امتداد الأفق وجهود المبعوث واللي يشوف الإحاطة الدولية الذي كانت أول أمس مجلس الأمن، يعني يتأكد أن الوضع اليمني رايح إلى الأسوأ وإلى الأكثر سوءاً. يعني حتى مع خسائر للحوثيين في جبهات مختلفة، لا يبدو هناك في الأفق أي أمل لإيجاد مخرج وتحقيق خسائر أكثر في صفوف الحوثيين؟ والله حتى لو خسروا الحوثيين خسائر، فالسؤال ماذا عملت قوات الشرعية؟ قوات الشرعية في الساحل بالذات اخفقت اخفاق كبير ولم تقدر ان تواكب اتفاق السويد ولا تنفيذ اتفاق السويد، فتم التلاعب به. وزائد المبعوث الدولي والمبعوث العسكري الذي مشرف على تنفيذ اتفاق السويد، عندما يذهب الى الحديده والساحل يجد الحوثيين براس واحد وقائد واحد، ويجد الشرعيه باربعه خمسه رؤوس، فهنا تتفرق الجهود ويكون موقف الشرعيه اضعاف من موقف الحوثيين. هذه كل القصه، الحوثيين اقوياء بضعف وعجز وتهاون الشرعيه، والذي قادرين يعملوا خطه او رؤيه او استراتيجيه لمواجهه هذه التحركات. ما هي الاوضاع الان في رايك؟ يعني ترى في بدايه حديثك استاذ فهد ان المشهد يبدو انه في تراجع ولا يوجد اي تقدم، ما هي الاوضاع الحاليه التي تسبب الاحباط في اي مخرج كان يحمل املا لدى اليمن؟ والله الاوضاع بالنسبه الأوضاع جيدة ومناسبة للمستفيدين من إطالة الحرب، وسيئة للغاية وكارثية للمواطن العادي من كل النواحي، النواحي الاجتماعية والنواحي الأخلاقية والمهنية والأوبية والأقراض والعيشة. فالناس يعني وصلوا إلى طريق مسدود، والصورة سوداء قاتمة، لا نبيع الوهم للناس ولا الأمل. فالوضع رايح إلى الأسوأ وكارثي إذا لم تنتبه الشرعية والتحالف أو يعيدوا نظر، لأنه نحن الآن صار لنا 5 سنين من العبث. الآن الحرب قد تجاوزت مدة الحرب العالمية الأولى، الحرب اليمنية والأزمة اليمنية. فنحن وبدون أفق وبدون جديد وبدون أمل. فالأوضاع، سؤالك عن الأوضاع، أنا أقول لك الأوضاع الصورة سوداء قاتمة، والأوضاع كارثية من جميع النواحي الاجتماعية والصحية والبيئية وكل الأوضاع سيئة. لا نبيع الوهم للناس ولا نقول لهم اطمنوا ولا حتنفرج، لا، ما فيش اي انفراجة، والاوضاع رايحه من سيئة لأسوأ. ماذا عن مارتن جريفيث؟ هناك يعني محاولات لابعاده عن المشهد تماما لانه لم ياتي بجديد. مارتن جريفيث كمبعوث دولي، اولا جمعيه خيريه يوزع الهدايا والهنيات لجميع الاطراف. مارتن جريفيث شاف الوقائع على الارض ويتكلم بهذه الوقائع. انا قلت لك اول قبل يومين كان معه احاطه في مجلس الامن. نعم، الإحاطة كانت محبطة ويائسة، كان الناس متوقعين يجيب شوية أمل أو حاجة ممكن يبنى عليها، ولكن مارتن جريفيث من كلامه أن الأوضاع رايحة إلى الأسوأ، والشرعية بقوتهم أنه كغطاء أنه معهم غطاء دولي ما قدروش يستغلوا هذا الغطاء، وتغيير مارتن جريفيث لن يقدم ولن يؤخر، لأنه هذا رابع مبعوث دولي، وإيش يضمن اللي بيجي مع مارتن جريفيث حيكون أحسن أو شيء؟ لا، يجب على الشرعية أن تعتمد على نفسه، على مشروعه. الحوثي معه مشروع، معه جهاز إعلامي جبار يشتغل، ولكن أمام طرف آخر
لا عنده مشروع ولا رؤية، فهذا يسبب التخبط ويخلي الحوثي في نظر الناس أنه هو الأقوى رغم أنه أضعف الماده الطبري. شكرا أستاذ فهد العريقي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.